تنسيق الجامعات والحديث عنها بشكل أكثر تفصيلا معنا على التليفون الدكتور عاصم حجازي أستاذ التقويم التربوي بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضراتكم أستاذة سارة وأستاذة لاميا وكل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم على الإجراءات الصحيحة اللي ممكن الطالب يتخذها علشان يوصل للنتيجة المأمولة أو الترتيبات المضبوطة. يعني طبعا التنسيق زي ما كل أبنائنا الطلاب عارفين بيدخل من خلال الموقع الإلكتروني وبيسجل الرغبات بتاعته، وطبعا احنا ملاحظين انه السنة دي في تنسيق المرحلة الثانية مثلا في الشعب العلمي من 265 كان العام الماضي من 250، ففي ارتفاع 15 درجة. في الشعبة الأدبية السنة دي 230، السنة اللي فاتت كانت 238، ففي انخفاض 8 درجات، وده بسبب إن الأعداد الملتحقين بالكليات النظرية من الشعب العلمية قل عن الأعوام الماضية. فبالنسبة للشعب الأدبية أنت قدامك فرص جيدة جدا للالتحاق بكليات في المرحلة الثانية من اللي بتحظى بقبول الطلاب ورغباتهم. ولا زال عندنا برضو في المرحلة الثانية كليات من الكليات اللي بتحظى بقبول واهتمام الطلاب زي كليات الطب البيطري والعلوم وغيرها والزراعة وهكذا بالنسبة للشعب العلمي. عايزين أبنائنا الطلاب قبل ما يختاروا يبقوا محددين أهدافهم بشكل جيد جدا. بالضبط. طبعا المشاكل اللي بتواجهها أنت كطالب بعد كده في الدراسة مبنية على اختياراتك دلوقتي. ما تختارش تخصص لمجرد ان التخصص ده بيفضله مثلا الاهل او انت حاسس ان انت مش هتقدر تمشي فيه لكن بتلبي رغبات الاهل او الاقارب او الزملاء. تختار التخصص من البدايه اللي يناسب قدراتك، لان انت اللي هتذاكر وانت اللي عارف قدراتك كويس قوي وانت اللي هتمتحن وانت اللي هتتخرج وانت كمان يا دكتور اللي هتشتغل فيه في المستقبل يعني. بس انا عايزه اسال حضرتك سؤال يعني يهم ناس كتير او طلبه كتير جدا. في طلبه كان نفسهم يخشوا كليه معينه، المجموع ما جابش الكليه دي، دلوقتي هم يتعاملوا ازاي؟ يرتبوا افكارهم ازاي وهم بيكتبوا الرغبات بتاعتهم؟ تنصحهم بايه؟ انت طبعا كنت بتحب تخصص معين وكنت حابب تدرسه لكن لم توفق في الحصول على المجموع اللي دخلك التخصص ده. خليك عارف نقطة مهمة جدا، ان انت كان ممكن تدخل التخصص ده ولا تستطيع ان تحقق فيه التفوق، لان مش معنى ان انا بحب تخصص معين ان انا هقدر اتفوق فيه. فحط النقطة دي اولا كده قدامك. تاني حاجة بقى، احسن تخصص انت ممكن تنجح فيه وتبقى حد بارز وحد من المتفوقين هو التخصص اللي قدراتك فيه مرتفعة. يعني وانت بتبص كده للكليات، في ناس دخلوا كليات كان نفسهم فيها جدا وما وفقوش فيها ونقلوا وحولوا دكتور. بالظبط. فانت دلوقتي وانت بتستعرض الكليات قدامك هتلاقي كلية كده انت حاسس ان انت لو دخلتها هتجيب الفول مارك او هتبقى متفوق جدا فيها، وفي كلية تانية انت هتحس ان انت لو دخلتها هتنجح لكن بمجهود. وكمان يا دكتور في اماكن لسه فاضيه في الجامعات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، برضو عايزين نشجع الناس اكتر الطلبه صح يا لاميا ان هم يلتحقوا بالجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي سوق العمل زي ما لاميا بتقول كده. سوق العمل يتطلب الذكاء الاصطناعي وده اتجاه العالم كله. يا فندم كليه الذكاء الاصطناعي في الاعوام الماضيه عليها اقبال كبير جدا من قبل الطلاب، وعايز اقول لحضرتك انا بدرس احدى المواد في كليه الذكاء الاصطناعي، فعندنا طلاب وافدين من الدول العربيه بيجوا يدرسوا في كليه الذكاء الاصطناعي عندنا في مصر. فكليه عليها اقبال دولي والخريج بتاعها عليه اقبال عالمي. فكليه الذكاء الاصطناعي دلوقتي من الكليات اللي تعتبر من كليات القمه، يعني عليها اقبال والطلبه بيسعوا ان هم يلتحقوا بيها، ولا زالت متاحه بعض المقاعد في المرحله الثانيه. فدي فرصه برضو كويسه جدا لابنائنا الطلاب ان هم يعرفوا مجال جديد ويدرسوا مجال جديد سوق العمل العالمي محتاجه ومحتاجه بكثره. فعلا يا دكتور كمان في اصلا يعني شويه كده شغلانات اختفت يعني في او هتختفي كمان في خلال 30 سنه. في تقارير بتقول ان في بعض الاعمال هتختفي اللي هم خارجين شويه تجاره او اعلام برضو يعني في مذيعين الاخبار ومذيعين النشرات الاخباريه. في روبوتس يعني ما تزعليش لاميا، بس هو في روبوتس هي اللي هتبقى بتقدم الاخبار. نفس الكلام على السائقين، نفس الكلام على اي حاجه تخص المعاملات يعني خدمه العملاء
برضو هيبقى روبوتس بدلنا. انت قفلتيها لي بتاعه المذاكره. نواجه الواقع ونقول لكل الطلبه ان هم يعني يتشجعوا كده على الكليات الخاصه بالذكاء الاصطناعي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عاصم حجازي استاذ التقويم التربوي بجامعه القاهره.